تكون معانا النهارده هنا ابو القاسم من مقر النادي الاهلي بالجزيره. هنا صباح الهنا عليكي، وكالعاده طبعا سامعينك، اتفضلي. صباح الخير عليكي انا هوند وعلى كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. يوم جديد و10 الصبح في الاهلي، وزي ما عودناكم دايما هنقل لكم كل الاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي وفرقه الرياضيه المختلفه. خلونا نبدا بالفريق الاول لكره القدم. طبعا الفريق مستمر في الراحه السلبيه اللي كان منحها الجهاز الفني بقياده مستر مارسيل كولر، عشان بقى يعود للتدريبات مره اخرى يوم الاحد القادم ويبدا الاستعدادات لمنافساته في دوري ابطال افريقيا. طبعا الراحه السلبيه دي بسبب التوقف الدولي، بسبب طبعا مشاركة عدد من لاعبينا في معسكر منتخبنا الوطني استعدادا لمباريات طبعا جيبوتي وسيراليون ضمن منافسات تصفيات كأس العالم. طبعا بقى حلم كل المصريين وكل جماهير الكرة المصرية للتأهل لكأس العالم، فبنتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الوطني. ده على صعيد أخبار كرة القدم. خلونا بقى ننتقل للألعاب الأخرى، والحقيقة أنه النهاردة يوم مهم جدا في كرة السلة سواء سيدات أو رجال. هيكون عندهم منافسات قوية، البداية مع سيدات كرة السلة ملكات كرة السلة بالنادي الأهلي، واللي عندهم أولى مبارياتهم في دور النهائي من بطولة الدوري المرتبط. مباراتهم هتكون أمام فريق سبورتينج الساعة 8 مساء على صالة دكتور حسن مصطفى. طبعا الحقيقة ملكات كرة السلة ماشيين بخطة ثابتة جدا في بطولة الدوري المرتبط، فازوا في جميع المباريات الحقيقة سواء ذهاب أو إياب. النهاردة مباراة الذهاب زي ما قلت من الدور النهائي من بطولة الدوري المرتبط، مباراة العودة إن شاء الله هتكون يوم الخميس القادم أيضا على صالة دكتور حسن مصطفى، فطبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. أما عن رجال كرة السلة فالنهاردة عندهم مباراة مهمة وربع نهائي دوري المرتبط، مباراة هتكون أمام فريق الزمالك، هتكون على صالة الزمالك. وطبعا زي ما احنا عارفين إنه الديربي بين الأهلي والزمالك بيكون ليه حسابات خاصة ومباريات بيكون ليها طبعا طابع خاص، نتمنى كل التوفيق لرجال كرة السلة. مباراة المرتبط هتكون الساعة 4 ومباراة الفريق الأول هتكون الساعة 6 مساء، طبعا ده بعد ما قدروا يتخطوا فريق القناة عشان بقى يواجهوا الزمالك. كمان بقى خليني أنوه لكل مشاهدين قناة الأهلي إنه هيتم بث مباشر للمباراة على شاشة قناة النادي الأهلي، وطبعا هيكون في استوديو تحليلي عشان بقى يناقش كل الأمور المتعلقة بالمباراة، وأكيد هيكون في زميلي مراسل موجود في المباراة عشان يغطي كل الأجواء، فتقدروا بقى تستمتعوا بالمباراة عبر شاشة قناة النادي الأهلي. ده على صعيد كرة السلة. خلونا بقى دلوقتي نروح لكرة الطايرة وفتيات الذهب. سيدات كرة الطايرة بالنادي الأهلي بيفوزوا أمس على فريق دلفي بنتيجة 3-0 ضمن منافسات بطولة الدوري. حقيقة هم عملوا مباراة كبيرة جدا، سيطروا على مجرياتها منذ البداية حتى النهاية، فازوا في الشوط الأول بنتيجة 25-6، في الشوط الثاني بنتيجة 25-19، والشوط الثالث والأخير بنتيجة 25-12. حتى الآن سيدات كرة الطايره ماشيين بخطه ثابته جدا، فازوا في جميع المباريات الحقيقه كمان في جميع الاشواط، يعني كل المباريات خرجوا منها بنتيجه 3-0 سواء على فريق وادي دجله او اصحاب الجياد، وزي ما قلت امس على فريق دلفي. خليني افكر حضراتكم انه سيدات كره الطايره بيلعبوا مباراتين في الاسبوع، مباراه يوم الجمعه ومباراه يوم الاثنين، فطبعا بنتمنى لهم بقى كل التوفيق فيما هو قادم. اما عن رجال الماسترز فخلاص ايام قليله جدا بتفصلنا عن ضربه البدايه لبدء موسم جديد لرجال الماسترز، رجال كره الطايره بالنادي الاهلي. اول مباراه ليهم هتكون يوم السبت القادم ان شاء الله، هتكون امام فريق المقاولون العرب الساعه 6 مساء على صاله النادي الاهلي. بيستعدوا بشكل قوي جدا الحقيقه، بقى منتظرين نشوفهم في الموسم الجديد ان شاء الله، يكون موسم استثنائي وكبير بيليق باسم رجال الماسترز. طبعا عندنا ثقه كبيره جدا فيهم وكل توفيق ليهم بالتأكيد. نروح بقى دلوقتي للعبة كرة اليد، وسيدات كرة اليد النهاردة هيستأنفوا تدريباتهم بعد راحة سلبية لمدة 48 ساعة، طبعا كان منحها الجهاز الفني بعد فوزهم في ديربي كرة اليد للسيدات على بعد فوزهم على الزمالك بنتيجة 24-22، عشان بقى يبدأوا الاستعدادات للمباراة القادمة اللي هتكون إن شاء الله يوم السبت القادم أمام فريق البنك الأهلي. طبعا دي بقى هتكون أول مباراة ليهم في بداية المرحلة الثانية من
بطوله الدوري. وخليني كمان اقول لحضراتكم انه بعدها هيكون في توقف دولي لمده شهر لسيدات كره اليد، لان طبعا يا نهاوند زي ما احنا عارفين انه معظم لاعبي منتخب مصر بيكونوا من لاعبي نادي الاهلي، ده طبعا بسبب ان لاعبي نادي الاهلي بيكون عندهم خبرات كبيره جدا. فطبعا بنتمنى كل التوفيق لمنتخباتنا الوطنيه وبالتاكيد للاعبي النادي الاهلي. ده على صعيد اخبار الفرق الرياضيه المختلفه. كمان بقى يا نهاوند زي ما بنعرض لكم دايما في 10 الصبح في الاهلي، خلوني انقل لكم الاجواء داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. درجه الحراره دلوقتي 25، الاعضاء بالفعل متواجدين في النادي، يمكن الاعداد كمان بتتزايد عبر الساعات القادمه. كل الاعضاء اللي بتتابعنا تقدروا بقى تيجوا وتستمتعوا باليوم في اجواء مميزه جدا. طبعا يا نهاوند معاكي لو عندك اي استفسارات، والان العوده ليكي مره اخرى في الاستوديو، تفضلي. تغطية كالعادة منك يا هنا، والله متألقة جدا فيها، أشكرك جدا جدا زميلتنا العزيزة هنا أبو القاسم.